عليكم ورحمة الله وبركاته. حرائق لبنان امتدت على المزارع المناطق الزراعية والسكنية وصارت كارثة، وعسى الله يحفظ أهل لبنان وأهلها إن شاء الله من كل شر. ولكن قبلها بيومين قبل الحرائق طلعوا مذيعين بالتلفزيون في قناة فضائية لبنانية برنامج، تخيلوا يدوسون النعمة، يدوسون العنب، نعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث، النعمة زوالة. كثير من المهاجرين المتشردين اللاجئين اللي حصر عليهم النعمة يدور النعمة بكل الطرق ملاقيها. تخيلوا وذيلا ربعنا المذيعين يدوسون النعمة برجولهم، لا أول شيء المذيع وبعدها المذيعة ولا وترقص. تخيلوا قاعد ترقص وتدوس النعمة على قاني كارول سماحة، يمكن هذا اسمه غلط ولا شيء بس هذا اللي سمعته. تخيلوا وين وصلنا لهذه الدرجة؟ بلد الإسلام، بلد العرب، بلد اللي حافظ على الهوية الإسلامية وعلى نعمة الله سبحانه وتعالى، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله عليه.